كان في واحد بيركن العربية، فجه الصنايعي بيقول له انت لو سمحت تركن العربية بعيد عشان دي ساعة ماتش المنتخب الأولمبي وكده والدنيا زحمة، اركن بعيد شوية. فجه نزل العربية راح ضرب الولد اللي اسمه ضرب يوسف، ده قعد يضرب في يوسف بالقلمة وبالطوب عوره في وشه، ويوسف هنا موجود على فكرة هو صاحب الواقع. وابني رايح يستلم الوردية من أبوه، فلا أبوه قاعد كده والدنيا معاه متكعبلة، فبيقول له قال له مفيش حاجة. الولد مش مصدق أبوه إن مفيش حاجة، دخل يبص على الكاميرات، قال له اللي اسمه محمد عمر اللي في الفشينة، بيقول له حاج إيه نلم الموضوع ده ونصلح الدنيا وكده. قال له ماشي اللي تشوفه مفيش مشكلة، أنا راجل عايز آكل عيش مفيش مشكلة. هم قاعدين مستنيين محسن لما يجي، أول ما شافوا محسن ده دليل إن أنا ابني لا معاه شومة ولا معاه عصاية ولا معاه أي شيء. فجوا جايين بيزق أبوه، بيقولوا أنت بتتكلم بتزق أبويا كده بتعمل كلام، ينرفزوا الولد عشان الولد عامل عملية في رجله مركبش راح مصمم. فبيزق الولد بيزق أبوه قدام الولد عشان ينرفزوا الولد، فالولد بيقول له راح ضربه باليد، بيقول له أنت أنت بتتكلموا كلام أنت بتعمل معاه كده ليه؟ راح نازلين عليهم التلاتة، مش مثلا ضربة كده وخلاص كده، فهمتي؟ طعنة واحدة كده نزلوا عليه بعد كده بالسكاكين ودي. فابني صفى بقى خلاص ساعتها، الدم نزل من ابني ساعتها، ابني صفى. رحت المستشفى ايه قال لي ادعيله. طب هو خطأ؟ قال لي في حالة خطأ. قلت لهم طب هو مات؟ قلت لهم من الاخر مات خلاص، طبعا عارف ان هو مات. يبص له كده، قلت لهم مات خلاص. اتصلت بأمي قلت له خلاص محسن مات. الراجل بيقول انا قلت لك مات، هم مستنيين التحيات بقى ومستنيين الدنيا. قلت لهم انا عارفه ان انا ابني مات، ابني مات في ساعتها، ابني منزل كلاكيع كلاكيع دم دم ابني اتصفى في نفس الثانيه. هما بيقولوا انا ما شفتهوش، هما بيقولوا كده. فدلوقتي انا عايزه حق ابني، عايزه بسبب رئيس كركنة سيارة، ركن السيارة، وان هو واقف اللي هو بيكلم ابوه بطريقة وحشة. ابني مش مدي اخوانا، مش مدي اي اخوانا، لو مدي اخوانا هيجيب سكينة هيمسك شومة هيمسك اي حاجة، لكن اللي هو واقف بطوله بلاش كلامي وبلاش كلام ابوه، هاتوا الكاميرات هاتوا الناس اللي في الشارع هاتوا محمد عمر والكاميرات والمحلات اللي جنبه ده مصورة الواقعة، هاتوا الناس دي كلها تشهد وتشوف. انا عايزه حق ربنا وحق ابني عند الله. موضوع الطعن ده تقريبا اخد وقت قد ايه؟ دي ثواني، دي ثانيه كان ابني مات، دي ثانيه وفي النهار والناس كلها شايفه والناس كلها واقفه بتتفرج، والناس بقى سايبين اللي ماسكين سلاح وماسكين اللي هو من غير سلاح.